هنبدأ مع حضراتكم فقرة الألعاب الأخرى من المؤتمر الخاص بتقديم طبعا المدير الفني الجديد لمنتخب كرة اليد اللي هينطلق بعد القليل، والمؤتمر طبعا هيكون لتقديم المدير الفني الجديد الإسباني خوان كارلوس باستور، حيث ينطلق بعد قليل زي ما قلت لحضراتكم، وهيكون في المركز الأولمبي في المعادي. فعاليات المؤتمر الصحفي للحديث أكيد عن كل ما يخص أمور التعاقد مع هذا المدرب اللي تمت مؤخرا بين الطرفين، وطموح أكيد المدرب الأسباني مع الفراعنة الفترة المقبلة. وكان اتحاد اليد قد أعلن عن الجهاز الفني الجديد بالكامل والمكون من كل من خوان كارلوس باستور مديرا فنيا، وهاني الفخراني المدرب العام، ومانويل سيارة مدرب الحراس المرمى، ونور أبو زيد مدرب الفريق، ومحمود سعيد مديرا إداريا، ومحمد شوقي طبيبا للفريق، ومحمد إمام محلل للأداء، ومانويل أورتيجا مدرب للأحمال، وأدوارد هيكون محلل للأداء. ده طبعا التشكيل الكامل طبعا الجديد لمنتخب مصر لكرة اليد، وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لهذا الجهاز، ويكون موفق إن شاء الله في تحقيق حلم طبعا كل المصريين في كرة اليد. عايزين برضو نستعرض مع حضراتكم ونشوف السيرة الذاتية الخاصة لخوان كارلوس باستور المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لكرة اليد. الجنسية أسباني، السن 54 عام، لقبه الأستاذ لأنه أحد طبعا مدربي الصفوة في أوروبا. إنجازات أنه ساهم في اكتشاف عدد كبير من المدربين أنتان تالنت وباروندو وديفيز، وتولى طبعا هما كمان كانوا مديرين فنيين سابقين طبعا لمنتخب مصر، وآخرهم طبعا باروندو، وتولى تدريب منتخب أسبانيا من عام 2004 حتى 2008، وحقق إنجازات كبيرة جدا، توج بطولة العالم عام 2005 في تونس، ثم فضية أمم أوروبا عام 2006 بسويسرا، وبرونزية أولمبياد بكين عام 2008. انتقل بعديها لتدريب نادي بيكسجايد المجري من 2013 حتى الوقت الحالي، محقق يعني طفله كبيره جدا في صفوف الفريق المجري بعد ما حقق لقب الدوري المجري ثلاث مرات، ثلاث اعوام مختلفه 2018 2021 2022، وكمان كاس المجر حصدوا مره وحيده، ولقب الدوري الاوروبي عام 2014، ووصل كمان بالفريق ثلاث مرات للدور ربع النهائي بدوري ابطال اوروبا اعوام 2015 و2017 و2019. اهدافه مع المنتخب انه حقق لقب امم افريقيا للمره التاسعه في مصر عام 2024، ودي كانت المؤهله لاولمبياد باريس 2024. فانا طبعا كل التوفيق ان شاء الله لهذا المدرب كارلوس باستور، وان شاء الله يكون موفق، هو كتيبة طبعا الجهاز المعاون، ان شاء الله كل التوفيق، وحققوا طبعا كل املنا لكره اليد المصريه الفتره القادمه.